وهنا يقول الجفري يهنئ النصارى ويقول هم إخوانه ويثني عليهم بالاحتفال بعيد الكريسماس. يا أخي الجفري هو مشرك زنديق مندد، ماذا تتوقع منه؟ أصلا عنده كعيادهم، هم يعيدون المولد وهو يعيد المولد، هم يعتقدون في عيسى أنه الرب وهو يعتقد في محمد وفي غيره من الأولياء أنه الرب، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. أليسوا يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبهم، يستر عيوبهم، يفرج حاجاتهم وكرباتهم، ويعتقدون في غيره من المقبورين أنهم ينفعون ويضرون مع الله بحد ذاتهم؟ حتى اعترف بنفسه أن الولي يمكن أن يأتي بالولد إلى غير ذلك. فما هو فيه من الشرك والكفر والزندقة يضم إليه تهنئة الكفار بما هم فيه من الشرك والكفر، صلى الله السلامة والعافية. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مهنئ النصارى بعيدهم كمن يهنئهم بعبادة الصليب وبعبادة غير الله. فننصح المسلمين ألا يقتروا بأمثال الجفري وابن حفيظ وأحمد الطيب وأحمد كريمة وعلي جمعة وقبل ذلك القرضاوي ومن هؤلاء الذين انحرافاتهم العقدية وانحرافاتهم العلمية وانحرافاتهم الأخلاقية قد طفحت وزادت، وليأخذوا دينهم من أهل العلم الراسخين ومن الأئمة المهتدين الذين تنطلق الفتاوى عندهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. أما الجفري سيهنئهم بعيدهم ويهنئهم بكثير من شأنهم، الجفري من أصحاب وحدة الوجود أصلا، وأصحاب وحدة الوجود عندهم لا فرق بين يهودي ونصراني ومجوسي وبوذي وشيء، ما عندهم هذا الفرق. رئيسهم ابن عربي الطائي الذي يقول لا أبالي كنت قسيسا أو راهبا أو غزالا أو أصحاب وحدة الوجود عندهم فرعون كامل الإيمان، لأنه حين قال أنا ربكم الأعلى كان صادق في قوله. لا تلتفتوا، هؤلاء عباد قبور، هؤلاء مشركون منددون لا فرق بينهم وبين اليهود والنصارى، إلا أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعملون بمقتضى لا إله إلا الله ولا يتابعون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك قد ظهر كفرهم وشركهم وتنديدهم، وإلا كلهم سواء كلهم في شرع الله كافر مشرك مندد. هؤلاء عبدوا عيسى وهؤلاء يعبدون البدوي والدسوقي والجبرتي والعيدروس والعلي وفاطمة والحسن والحسين ومحمد والجيلاني وكم 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 نعدد المعبودات لدى عباد القبور من الصوفية ولدى عباد القبور من الرافضة أكثر من المعبودات عند النصارى وأكثر من المعبودات عند اليهود، فقد جاوزوهم بمراحل، صلى الله السلامة والعافية. لا تغتر بعابد قبر، ولا تغتر بيهودي ولا نصراني، ولا تغتر ببوذي ولا هندوسي. عليك بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأخذ الفتاوى من علماء الكتاب والسنة. أما هؤلاء علماء شاشات ليسوا بعلماء أصلا، إنما الشاشات هي التي ترفعهم. الماسونية العالمية هي التي تدير الشاشات،
بدءا بقناة الجزيرة، قناة العربية، قناة MBC، قناة BBC وغير ذلك من القنوات، كلها في الحقيقة يعني شقالة من تحت الماسونية العالمية. لا تفرح بها، ماش ممكن يأتوا في يوم من الأيام يسألون الشيخ الفوزان عن حكم عيد الكريسماس، أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أو الشيخ عبد العزيز الراجحي، أو من مشايخ اليمن كالشيخ الحجوري وغيره وغيرهم، ما سيسألونهم عن عيد الكريسماس، ولا يسألونهم عن وحدة الأديان، ولا يسألونهم عن الدين الإبراهيمي، ولا يسألونهم عن الموالد. هؤلاء سيذكرون التوحيد، سيذكرون السنة، وإنما يذهبون لمثل هؤلاء. سألك أحمد كريمة عن حال اليهود والنصارى يقول لك ليسوا بكفار، يسأل لك أحمد الطيب عن حال اليهود والنصارى يقول لك تضمنا الوحدة الإنسانية. من هذا الكلام البائخ يسألون الجفري وابن حفيظ ومن إليهم عن عيد مولد المسيح، سيفتهم به لأنهم أصلا عندهم عيدهم، هم عندهم عيد، ربما يعني غلوهم في عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غلو النصارى في عيد مولد المسيح. أليس يعتقدون أن عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر؟ نسأل الله السلامة. مع أن المسيح أول كلمة قالها عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إني عبد الله، لا يجعلونه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. النصارى إن كان عندهم ثلاثة آلهة، الأب والابن وروح القدس، وبعضهم يضيف مريم، بعضهم أضاف الصليب من باب التبرك به ونحو ذلك، فعباد القبور من الرافضة والصوفية عندهم الكثير الكثير في البلاد اليمنية وفي البلاد المصرية وفي البلاد المغربية وفي بلاد ما وراء النهر وفي كثير من البلدان عندهم طواغيت كثر لا كثرهم الله. والله لو خرج الكلب ذاك الذي كتب كتاب الأصنام الآن، ما عساه يكتب في الأصنام التي موجودة الآن، كانت أصنام معدودة. أما الآن كم تذكر من الأصنام؟ إن كانوا يسمونها قبور الأولياء، قبور الصالحين، هي في الواقع أوثان تعبد من دون الله، تصرف لها العبادات، النذور يطاف لها، يذبح لها، يخاف منها، يتوكل عليها، يعتمد عليها، تصرف لها الرغبة والرهبة، ما بقي لله عز وجل من العبادات. نسأل الله السلامة والعافية، ما أبقوا لله من العبادات. والله لولا أن الله رحيم بمن بقي من المسلمين ما ترك على الأرض من دابة بسبب ما يقع من شركيات من مثل الجفري ومثل ابن حفيظ وأتباع هؤلاء، ومن مثل الرافضة وأتباع الرافضة، فضلا عن ما عليه اليهود والنصارى والبوذيون ومن إليهم، ما أبقوا لله. الولد يطلب من القبر، الرزق يطلب من القبر، الذبح للقبر، النذر للقبر، الأرض للقبر، الاستغاثة بالقبر، الدعاء للقبر، التمسح بالقبر، الاستشفاء من القبر، ماذا أبقوا؟ يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. يعني يسأل محمد أن يجيره من النار، يسأل محمد أن يعافيه من المرض، يسأل محمد أن يغفر الذنوب، ماذا أبقى لله؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم يغفر الذنوب إلا الله، ويقول دعوني أستجب لكم. فنسأل الله السلامة والعافية، ولا صبح الله هؤلاء المشركين بخير ولا مساهم.